كيف ما تتعرفوا أن المغرب والعالم كامل كيعيش واحد الظرف ليست كظرفية عادية، ولكن هناك ظرفية وباء حل بالعالم أجمع وهو وباء كورونا. وكيف ما تتعرفوا أن وباء كورونا كان الشعار الأساسي دياله هو أن خليك في دارك. إذن هتخليك في دارك، جميع النساء وجميع العائلات بليتو جميع الأسر مقاد في المنزل ديالها، ولكن هناك شريحة مجتمعية ضائعة بالشارع لا مأوى لها سوى الشارع. وهذه الشريحة أننا بحكم أننا كمجتمع مدني عملت أونفا حطت فينا الثقة هذه بالمشاركة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتعاون الوطني، حطوا فينا هذه الثقة هذه وعطونا واحد مركز إيواء مؤقت مدرسة عبد الواحد مراكشي، والمركز الإيواء تابع تحت إشراف هناك جمعية الإبداع، لأن لا تواصل مع هذا المركز جمعية الإبداع للتكوين المهني والفندقة. نظرا لأن المغرب كجميع الدول كيعرف جائحة ديال كورونا المرض كوفيد 19، ارتأت عملة مقاطعة الدار البيضاء أنفا مع مجموعة ديال القطاعات الحكومية الأخرى اللي من ضمنها التعاون الوطني وكذلك وزارة التربية الوطنية أننا نفتحوا هذا المركز كبقية مع مجموعة ديال المراكز أخرى اللي فيها تخصصات ديال الشباب وديال الرجال العجزة وديال الأطفال أقل من 16 سنة والنساء الأمهات العازبات، وهذا المركز مختص للفتيات والنساء في وضعية صعبة وفي وضعية الشارع. وبالتالي ارتئينا انه تكون حمايه اجتماعيه لفائده الفئه هذه، اولا باش انها ما تبقاش تدور في الشارع، وباش نوفروا لها واحد الحمايه اجتماعيه من ناحيه الملبس والماكل والمشرب والرعايه الصحيه والطبيه والاجتماعيه، وكذلك التوجيهات اللي كتخص المجالات المهنيه والمجالات اكتشاف المواهب يعني جميع الاشكال اللي عندهم، على اساس ان كنهيئوا لهم هذا الماكل ديالهم. هنا راه كاين عندنا واحد لاكويزين بروفيسيونيل اللي خاصه بواحد المركز ديال التكوين وتأهيل المهني ديال المجال ديال الفندقي اللي كان دار في إطار المبادرة، كنستغلوا يعني هذه الإمكانيات هذه كلها مع مجموعة ديال الجمعيات شركة اللي كتجيب بشكل تطوعي على أنها تعمل ليل نهار، واحد الطاقم اللي فيه 10 ديال الأشخاص مستهدفين تقريبا غادي يكون على أساس واحد 20 ولا 24 امرأة مع طاقم ديال 10 ديال الناس متخصصين في مجالات متعددة. جيت متطوعة لهذا السونطخ على قبل النزيلات اللي نزلوا هنايا بسبب هذا المرض مرض كورونا، وجينا هنايا انايا شافه ديال الكوزينه بالنسبه لسميتو كنديروا لهم افطار هنايا الفطور، راه انت شتي على عينيك اش كنوجدوا لهم في الافطار، كنوجدوا الفطور وكنوجدوا العشاء وكنوجدوا لهم السحور، وحنايا هنا وين نحسبوا هاد الناس بحالنا بحال العائله. انا كنجي من الصباح هنايا حتى تنسالي وجوج وحده ونص على حسب حتى تيتسحروا حتى تيدخلوا البلايص ومينعسوا.